الرحمن الرحيم. شباب، اليوم محاضرتنا هي تكملة للمحاضرة الأولى. هذه المحاضرة تبدأ من صفحة رقم 1 اللي هي الريفتس. حقيقة هنا أنا نفس السؤال اللي أخذناه لكن أبسط. هذا ليش؟ شنو البساطة به؟ البساطة به بأنه السنترويد مال الريفت هو بالوسط، ما نطلع إحنا، يعني لح يصير هنا. فلو أخذنا هذا هو الواي واي وهذا هو الأكس أكس، فالنقطة لح تصير السنترويد هنا، يعني لذلك نقول أكس بار تساوي واي بار وتساوي صفر. زين، والخطوات الأخرى تكون نفسها، يعني اللي هي البي اس شلون نطلعها والأفون شلون نطلعها والأرات شلون نطلعها. اعتبرنا أنه هذا ريفت رقم 1، هذا 2، هذا 3، هذا 4، هذا 5، هذا 6. لح تكون 1 2 3 4 5 6. لح شي يكون الواحد، لح يكون الواحد والثلاثة شباب والأربعة والستة نفس الأرات. شوف هاي المسافة، هاي المسافة وهاي المسافة متساوية، هاي المسافة وهاي المسافة متساوية، وهاي المسافة وهاي المسافة متساويات. شو راح يكون؟ راح يكون الثاني والخامس متساوي الأر مالتها، والواحد والثالث والرابع والسادس متساويات. هناش منطيك قايل لك يا سيجما ألتيميت فور ريفت ماتيريال هو 600 ميجا باسكال. ليس بالضرورة أن ينطيك يقول لك القيمة بس، لكن ينطيك المعدن. يعني مثلا نرجع إلى هذا الآن منطيك إياه مسبقا حقيقة، وقايل لك يا شوف التفاصيل باو عليه. هسه هذا هنا نش منطيك؟ منطيك هذا الكولوم هو عبارة عن رقم المعدن، وهذا هو الحالة مالته. هل سوينا له تبريد؟ هل سوينا له تمبنينج؟ هل سوينا له رولينج، يعني عملية درفلة؟ فالتفاصيل مالته هنا. شلون يجي السؤال؟ يقول لك يابا معدن الربت هو على سبيل الفرض، يعني على سبيل الفرض معدن الربت 1144 هوت رولد. فال 1144 هوت رولد حقيقة ايش راح يصير؟ راح تروح على اليمن على هذا السيجما التيميت. السيجما التيميت بالكيلو باوند لكل انش، وهذا الرقم اللي هو يعادله بالميجا باسكال. خلي في بالك انه هذا الرقم هو اللي يعادله بالميجا باسكال. زين، هسه نرجع الى، فانت ايش راح تاخذ؟ راح تاخذ هذه القيمه حقيقه وتروح تقسمها على 4، راح يطلع عندك تاو الله. واحد يسال يقول ليش على 4؟ ونقول له دائما السيجما تساوي 2 تاو. اذا ليش؟ حسب قانون تريسكي. اذا تاو تساوي سيجما على 2، هاي طلعت. إذا تاو ألتيميت يساوي سيجما يو على 2، هاي تاو ألتيميت. لكن أنا ما أريد تاو ألتيميت، أريد تاو اللابل. فأقول تاو اللابل هو تاو ألتيميت على يمين على 2، 2 في 2 4، فلذلك تكون تاو اللابل هي سيجما يو على 4. هنا تروح تطلع السيجما ألتيميت من الجدول هنا حسب نوع المعدن، تقسمه على 4 يطلع سيجما تاو ألتيميت. هسه نرجع إلى الصفحة رقم 2 حقيقة، هاي الصفحة رقم 2، هاي الصفحة رقم 2 هنا. أوكي، هنا نشوف أنه الحل هو الدايركت شير ستريس اللي هي بي اس، بي اس على ان عدد الريفتس. كم واحدة عندنا؟ 6، 60 على 6 تطلع 10 كيلو نيوتن، هاي نقطة رقم 1. 2 التورشنال مومنت، انا ايش عندي؟ المومنت القوه في ذراعها، الذراعه منطيني اياها 200 مليمتر والقوه هي 60، فتطلع 12000 كيلو نيوتن مليمتر.
السنترويد راح يكون بالصفر مثل ما اتفقنا، صفر صفر راح يكون بالنسبة الار 1 تساوي الار 3 وتساوي ار 4 وتساوي ار 5، راح نطلعها بطريقة فيثاغورس. شلون؟ شوف الرسم مالتنا هنا، هذا هو ار 1، هذا هنا 50، هنا 75، ف ايش راح نقول؟ نقول 50 تربيع زائد 75 تربيع تحت الجذر راح تطلع الار 1، وهكذا بالنسبة للقيم الأخرى راح نطلعها هنا. لحد نجي النقطة رقم 5، نطبق القانون اللي هو المومنت بي في اي تساوي 12000 كيلو نيوتن مليمتر، وتساوي هذا القانون، هذا خلي يكون في علمك شباب، انه هاي القوانين هي مفتوحة قدامك، يعني ماكو داعي تحفظها، فقط انت شو سوي؟ تنقلها، لكن لازم تنقلها بصحة، يعني مو تنقلها نقل تنقلها غلط تطلع النتائج كلها غلط عندك. فأفون على أروان أروان ترددد كلها كاملة، عرفت شنون؟ فهنا هنا يعني بسط الكيها على سوى هنا، لأن أرات مختلفة هنا، المعادلة هاي بيها فقط الأفون، أفون طلعت، فإذا أفون طلعت أنا عندي بعد نسبة وتناسب أقول F2 إلى F1 تساوي R2 على R1، أو F5 إلى R5 تساوي مثلا F5 إلى F1 إلى F5 تساوي، انتبه عليه، تساوي R1 إلى R5، أو بالعكس أقول F5 إلى F1 تساوي R5 إلى R1، وهلما جرى للقيم الأخرى أطلعها. ممكن أطلع الستة وأشوف ياهو أعلى، أنا أتعامل معها أقول يابا الأعلى هي هاي وأروح أطلعها. أنا شو عندي هناك؟ مثل ما قلت لك، هذا أو هذا وهذا هو الخطرات، هذول هم المكزيمم، هذا يكون ليس أقلهم كلهم، ليش؟ لأن يعني الآر مالته قليلة، الآر مالته قليلة، ولذلك أنا أهتم بهذا وهذا، وبما أنه الآر 1 تساوي الآر 3 فالاثنيناتهم نفس الشيء تطلع، فأخذ هذا الآر 1 أو هذا وأشتغل عليه وأقول هو هذا المكزيمم والحمد لله وشكرا. أوكي، فهسه عندي شو عندي؟ انا عندي البي اس وعندي الاف، الاف 1 والبي اس، الاف 1 انا راسم لك اياه هنا انا شويه حتى اذا اقول لك هو يجب ان تكون الاف 1 عمودي على الار 1، لكن شوف هنا انا ما رسمت لك اياها شويه عموديه حتى ابرزها، يعني شوف هنا أنا هاي الاف 1 وهاي الار، هاي الاف 1 عموديه بالضبط، هاي الزاويه 90 درجه معاي لولا، شوف لاحظ هاي الزاويه مالتي 90 درجه، فاذا هسه اف 1 اف 1 وبي اس الزاويه المحصوره بيناتها هي اللي انا تهمني، هاي الزاويه المحصوره بيناتها تساوي هاي الزاويه بالتبادل، هاي الزاويه بالتبادل انا ايش عندي اقول؟ اقول كوساين ثيتا تساوي المقابل على المجاور، هذا 50 هذا 75 طلعت الثيتا، او راسا اجي اقول كوساين ثيتا بالمعادله هنا راح اعوضها، هذا عندي هذا عندي هذا عندي هذا راح تطلع الار 1، الار 1 حقيقه هنا نقطه رقم 7 اقول يا ترى التاو الرابل اي شير تساوي مو هيجي تساوي الار على اليمين، الار على الاي، الار على الاي، او اقول الار تساوي تاو الرابل في اي، التاو الرابل هي سيجما يو على 4 و تبقى بس ديوان، الديوان يطلع 18 ملم، وهذا اللي هنا انتهينا من عنده. نجي الى الصفحه رقم 3، الصفحه رقم 3 هذا سؤال حقيقه احنا جايبيه، هذا جايبيه احنا بامتحان للطلبه هنا نشوف منطيك هاي 20 كيلو نيوتن، هنا منطيك 20 كيلو نيوتن اللي هي 2000 اللي هي 20000 حقيقة، أشوف هذا شيله، هذا هنا هاي 20 كيلو نيوتن وهاي المسافة منطقيها وذني المسافات كلها منطقيها، هنا أنا هذا اللي كونه بسيط ما يحتاج أتعب نفسي، شوف الحل مالته باوع عليه بالصفحة رقم 4، شوف الحل مالته هنا أنا بالصفحة العفو بالصفحة رقم بالصفحة رقم اشقد رقم 6، الحل مالته راح يكون بالصفحة رقم 6 وراح نرجع على الأمور الأخرى. الصفحة رقم 6 أولا الدارك شيرست لود اللي هي بي اس 20 على 4 5 كيلو نيوتن، ذا سنترويد بالوسط
هنا راح يصير عندك بالوسط السنترويد. ليش راح تسأل انت تقول وين ليش؟ لانه هاي هنا هذا بالوسط، الاثنين فوق تساوي الاثنين جوا، يمنى ويسرى ما عندي يعني، فاذا هذا هو السنترويد لا حاجه لاستخراجه. فار1 منا لهنا، ار2 منا لهنا، ار3 منا لهنا، ار4 منا لهنا. فاذا ار1 وار4 متساويات، ار2 وار3 متساويات. فاذا هذا سؤال سهل وسريع الحل. فهاني منطقة 45 وهي 45. هنا انا هسه ايش راح تقول؟ راح تقول يا ابا بي في اي تساوي، نطبق القانون هنا ار1 ار2 راح تطلع كلها، هنا الاف1 والاف2 والاف3 والاف4 كلها راح تطلع. زين شوف هنا باوع عليه، دائما الريزلتنس هي حتى نطلعها يجب ان تكون اف القوه هي عمودي على ار، اف1 عمودي على ار1، اف2 عمودي على ار2 وهكذا. فباوع عليه، شوف هاي الزاويه، شوف هاي 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 عمودية. ليش؟ لأنه حقيقة باوع عليه هاي منا لهنا هي R، فالعمودية مالته هي هاي. قد يجوز واحد يسأل يقول أقدر أرسم هيك؟ نعم تقدر. فهاي هي العمودية لأن هاي الزاوية 90، شوف هاي الزاوية 90 وهاي 5 وهاي 16، هنا هاي F2 هلقد وهاي هلقد وهذا هلقد وهذا هلقد، شوف بدنا نطلع لك إياها كلها إحنا. فهنا ايش راح نقول؟ راح نقول ار1 ايش قد طلعت؟ 16.73، وار2 طلعت 7.3. ليش ار1 اكبر؟ لان الار مالتها اكبر، واضح له لا؟ فاذا هسه انا راح اشتغل على ار1 وانتهى الموضوع. نقطه رقم 5، باي على 4 دي ريفت سكوير تاو اس ار1. التاو اس يعني هو تاو اللابل، كلمه اس معناها الشير. زين هسه تاو اس هي سيجما التيميت على 4 اللي هو تاو اللابل، 560 على 4. مين جابها ال 560 هاي؟ رجاء انتبه على هاي، مين جابها هنا؟ نشوف بالسؤال، نرجع للسؤال مالتنا، نشوف السؤال مالتنا هنا باو عليه، نشوف السؤال مالتنا هنا ايش قايل لك؟ قايل لك يا ابا ترى السيجما التيميت هي 560 ميجا باسكال، وهذا اللي حنقسم، نقدر نقسم على 4 ويطلع لنا التفصيل، لكن ليس بالضروره، قد يجوز يعطيك المعدن. فالمعدن تروح تطلع من عنده سيجما التيميت مثل ما حكينا، تقسم على 4 يطلع تاو الله اكبر. هنا انا باو عليه، شوف شباب هنا انا لحش يطلع عندك هنا انا، شوف اعظم قوة أو ريزلتنس راح تطلع بالواحد وبالأربعة حقيقة. ليش؟ لأنه الأرات مالتهم أكبر من ذول الأرات، فأنت تأخذ واحد وانتهى الموضوع، ما عاد مالك، أو تأخذ أربعة وانتهى الموضوع. فإذا the first and the fourth rivets have maximum resistance. هنا باوع عليه R1 تطلع هالقد، R2 تساوي هالقد، فإذا أنا راح أعوض عن يمن على أشتغل على R1 واللي هي حقيقة 25612 نيوتن، لأنه ضربناه بألف. فهنا نقطة رقم 8، هنا راح تروح تطلع الديريفت، بتقسم هذا على هذا، وهاي الطريقة حقيقة تكون بسيطة وسهلة. وهسه نرجع إلى هسه بالنسبة للريفت شباب خلصناه، بالنسبة للريفت خلصناه بشكل تفصيلي. بعض الملاحظات أريد أقول لك عليها، بعض الملاحظات أبدأ أقول لك عليها هنا. الريفتس مالتنا اللي نحكي عليه هو يجب أن تكون، ما يصير أنت مثل عندك هذا الريفت يطلع 8 مليمتر وهذا يطلع 10 وهذا يطلع 15 وهذا يطلع 9، ما يصير، غلط. بالتصاميم يجب أن تكون الأقطار مال الريفتس متساوية، equal size، يجب أن تكون متساوية. لذلك أنت بالسنترويد تطلع الاي خارج قوس وتشطب الاي من فوق، لان الاي باي على 4 دي سكوير، فتشطب الاي من فوق على اعتبار اذا كانت الدايمتر متساويه فالاي متساويه. هاي نقطه رقم 1. نقطه رقم 2 حقيقه مثل ما قلت لك، تقدر تطلع سيجما تاو الاول من سيجما التيميت عن طريق الجداول. هنا النقطه رقم 3، السنترويد ممكن أن نطلعه بالمحاضرة رقم 1 إذا كانت الريفتس مو منتظمة،
مثل السؤال رقم واحد، أما هسه هنا تكون منتظمة، ولذلك موقعها اللي حيكون بالمنتصف كسنترويد، وماكو داعي نطلعها بعد، يعني ماكو داعي ياخذ وقت ونطلعها. بارك الله فيكم.